هل يعتبر تقديم هدية لشخص قدم لي خدمة معينة بعد إتمام هذه الخدمة رشوة؟ مع العلم هو لا يطلب شيء ولم نكن متفقين على شيء. والله إذا كانت هذه الخدمة التي قدمها لك من صميم عمله، أنا ما أنصح أبدا أنك تعطي هذه الهدية، لأن بعد ذلك لو احتجت في أمر آخر سيساعدك أنك أعطيته هدية. طالما أن هذا عمله فما يحتاج إلى هدية أبدا. لا تفتح على الناس باب شر، بعد ذلك ما يساعد غيرك لما يعطيه هدية. ولكن أذكر طرفة، يقول لي أحدهم، يقول رحت مغسلة سيارات في، يلا نقول مشكلة، في الزلفي في السعودية، فدخلت السيارة والعامل اللي في السيارة اللي في المغسلة يأشر لي لا لا، يعني لا تدخل، ممنوع من الدخول. فقلت دخلت أنا ما رديت عليه، قلت شيك، قال ما في غسيل، ما في غسيل. ليش ما في غسيل؟ سيارة قاعد يغسلون سيارات، ليش ما في غسيل؟ ولا يجيني صاحب المحطة. نعم، قلت له أنت إيش تبي؟ قال أنا صاحب المحطة. قلت زين بغسل سيارة، قال لا اسمح لي ما نغسل سيارة. قال يا سيارة كويتية ما نغسلها. حسنا شر. قال خربتوا علينا عمالنا. حنا نعطيهم معاشات ويغسلون سيارة، أنتوا تعطونهم زيادة. زين؟ خربتوهم علينا، قاموا ما يغسل السيارة صح إلا لما يعطونا شيء، إذا ما يعطيه شيء ما يغسلها صح. أنتوا الكويتية رجاء نطلع برا. لا تغسل سيارتك عندنا، أفسدتم علينا عمالنا. فأحيانا هذه الأمور قد تفسد على الإنسان. تأيدونه أو شيء لا تأيدونه؟ يلا خلنا نشوف اللي أيد اللي طرده، يقول ما في كويتين يغسل سيارات، يرفع إيده. والله زين ولا واحد. طيب اللي ما يأيد يرفع إيده، هم ولا واحد فيكم. امتناع التصويت. على كل حال، المهم أنه أنا لا أنصح أبدا بإعطاء هدية لمن قام بعمل واجب عليه، لا أنصح بإعطائه هدية حتى لا تفسده في عمله بعد ذلك. ما يعطي أحدا إلا إذا أعطاه هدية، والله المستعان.